السلام عليكم طلاب الصف السابع اليوم راح نكمل بالوحدة الثانية من مادة الحاسوب وهي وحدة نظام التشغيل ويندوز راح نكمل بالدرس الثاني مكونات سطح المكتب راح نتعرف يا سابع بهذا الدرس على مكونات سطح المكتب على الوظائف التي تؤديها تلك المكونات ورح نطبق بعض العمليات على هذه المكونات نبلش بمكونات سطح المكتب بالبداية يا سابع بالحصة السابقة احنا حكينا اول ما نشغل نظام التشغيل ويندوز بظهر عنا الشاشة الرئيسية وتسمى سطح المكتب هذه الشاشة الرئيسية تسمى سطح المكتب اليوم درسنا رح نتعرف على مكونات سطح المكتب مكونات سطح المكتب اللي هي الشاشه الرئيسيه اللي بتظهر عندي اول ما اشغل نظام التشغيل ويندوز 7 اول مكون من مكونات سطح المكتب هو الايقونات هاي الصور الصغيره انا بسميها الايقونات كل ايقونه بتدل على شغله معينه الجزء الثاني او المكون الثاني هو شريط المهام هذا الشريط الذي يمتد اسفل سطح المكتب يسمى شريط المهام والمكون الرئيسي الثالث وهو زر ابدا هذا بالزاويه يسمى زر ابدا اذا مكونات سطح المكتب آه، الايقونات شريط المهام وزر ابدا هذه هي مكونات الشاشه الرئيسيه اللي بتظهر عندي اول ما اشغل نظام التشغيل ويندوز 7، يعني أول ما أشغل الكمبيوتر بيظهر عندي سطح المكتب، سطح المكتب بتكون من الأيقونات، شريط المهام وزر إبدأ، الأيقونات، شريط المهام وزر إبدأ، هاي هي مكونات سطح المكتب. طيب، نبلش نتعرف على الأيقونات، تعريفها هي صور بأشكال مختلفة يرمز كل منها إلى برنامج أو مجلد أو ملف معين إذا الأيقونات هي صور بأشكال مختلفة يرمز كل منها إلى برنامج أو مجلد أو ملف معين يعني هاي الأيقونة الصورة الصغيرة إما بتكون بترمز لبرنامج مثلا في عنا أيقونة برنامج وورد إذا عنا تعرفنا عليها بالصف السادس أو مجلد اللي هو بيجي لونه أصفر أو ملف معين هاي هي تعريف الأيقونات، طيب أهم الأيقونات الرئيسية، أهم الأيقونات الموجودة على سطح المكتب هي أول شيء في عنا أيقونة جهاز الكمبيوتر اللي هي ماي كمبيوتر، عندي أيقونة سلة المحذوفات وعندي أيقونة ملفات المستخدم وعندي أيقونة الشبكة، هاي من أهم الأيقونات الرئيسية الموجودة على سطح المكتب. نبلش بأيقونة جهاز الكمبيوتر. هي تعريفها هي الأيقونة الأساسية إذا من الأيقونة الأساسية جهاز الكمبيوتر ماي كمبيوتر في نظام ويندوز إذا تعريفها هي الأيقونة الأساسية في نظام ويندوز تحتوي على الأيقونات الخاصة بمشغلات الأقراص الصلبة والمدمجة يعني بجد أنا بهاي الأيقونة لما أفتحها مشغل الأقراص C مشغل الأقراص دي مشغل الأقراص E C والD والE مشغلات الأقراص الصلبة والمدمجة إذا نعيد تعريف أيقونة جهاز الكمبيوتر هي الأيقونة الأساسية في نظام ويندوز تحتوي على الأيقونات الخاصة بمشغلات الأقراص الصلبة والمدمجة نجد للأيقونة الثانية اللي هي الايقونة سلة المحذوفات ايقونة سلة المحذوفات يا سابع احنا لما نحذف ملف او مجلد هذا الملف او المجلد بيتم وضعه او بذهب لوين لسلة المحذوفات ما بنحذف نهائيا عن جهاز الكمبيوتر بيكون موجود بسلة المحذوفات وممكن أنا أعمل استرجاع ريستور أعمل استرجاع لهذا الملف اللي حذفته إذا بدي أحذفه نهائيا عن جهاز الكمبيوتر لازم أروح على سلة المحذوفات وأحذفه منها إذا سلة المحذوفات إذا بدي أحذف أي ملف أو مجلد بروح وين؟ على سلة المحذوفات، ما بنحذف نهائياً عن جهاز الكمبيوتر، إذا بدي أحذفه نهائياً عن جهاز الكمبيوتر، بدخل على سلة المحذوفات وبحذفه من هناك. الأيقونة الثالثة هي أيقونة ملف المستخد... ملفات المستخدم. تحتوي على مجلدات لتنظيم ملفاتك مثل فيديو صور موسيقى يعني أنا مجلد الفيديو بحط فيه الفيديو مجلد الصور بحط كل الصور الموجودة عندي على الجهاز ومجلد موسيقى بحط فيه كل الموسيقى الموجودة عندي على الجهاز بالعادة يا سابع مجلد ملفات المستخدم بيكون اسمه باسم الجهاز اول ما انزل نظام التشغيل ويندوز على الكمبيوتر بيطلب مني اني اسمي الجهاز فهون مثلا انا جهازي اول ما نزلت الويندوز سميته وطن فملف ايقونه ملفات المستخدم راح يكون اسمها عندي وطن الايقونه الاخيره من الايقونات الرئيسيه الموجوده على سطح المكتب ايقونه الشبكه للتعرف إلى الأجهزة الأخرى عندما تكون مرتبطة بشبكة داخلية، إذا أنا كان جهازي متصل بشبكة داخلية فهو من خلال أيقونة نت أيقونة الشبكة، بتعرف على الأجهزة الأخرى الموجودة على هذه الشبكة اللي أنا موجود فيها، إذا أهم الأيقونات الرئيسية الموجودة على سطح المكتب، أيقونة جهاز الكمبيوتر ماي كمبيوتر جه... ايقونه سله المحذوفات ايقونه ملفات المستخدم وايقونه الشبكه بهيك بنخلص اول جزء من الدرس يا سابع وبنكمل بالحصه الجايه ان شاء الله الجزء الثاني من الدرس يعطيكم العافيه.